بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزلف الاول. قبل ما نبدا حبيباتي ما تنسوناش بالدعم والاشتراك، ربي يحفظكم. ان شاء الله اليوم حبيت نشارك معكم وصفه خفيفه صيفيه وبسيطه، اللي هي بيتزا البطاطا ولا خبزه البطاطا. دوك تعرفوا على سميتها بيتزا البطاطا. على كل حال هي وصفه بالبطاطا، معشوقة الجزائريين البطاطا. شوفوا البنات، هنا شديت، هنا ديت البطاطا 5 حبات متوسطات، سكرفشتهم في الكر... في ال... في لاغاب هذيك تاع الخشينه، خرجت لي هذه البطاطا الخشينه. تعرفوا كامل دي المرحله، ماشي نوريكم كي نقشر البطاطا، وكاع دي المرحله كاع نفوتوها. ومن بعد شديت ندير، ومن بعد حطيتها في الماء، غير تطلق ذاك الماء الابيض نعاود نغسلها، نحطها في الماء، من الاحسن يكون ما بارد حتى تتحصلي على بطاطا هكا دايره، الماء تاعك يرجع صافي. هذه حاجه مهمه جدا، والا تخلي لك البطاطا تاعك معجنه، هذيك اللي تخلي البطاطا هذه معجنه. ديريها في الماء وزيدي غسلي حتى تحصلي على هذا الماء الصافي. وشوفي البطاطا كيفاش تبان حاكمه روحها الان هاك، هذه نقطه مهمه جدا. دروك نديها ونصفيها تماما من الماء، ومن بعد نوريكم المقادير وكيفيه العمل. ها هو البنات، صفيته تماما، ها وشوفوا كيفاش يبان، شغله واقف ما يكونش مذبال في نفس هذاك السلاطي. ما تقويش على روحك لماعين، تدي الان شوفوا شادرت، كان عندي شويه تاع الدجاج، نص صدر تاع دجاج، درت له شويه ملح شويه فلفل وقليته عادي جدا. نضيفوها هنايا، ها هو البنات نضيفوه هنايا، ها هو الخليط هذاك تاع البطاطا. لا عندك فرماج لا عندك زيتون، كحال كيما تحبي. نزيدو لها ملعقه صغيره تاع الملح، نزيدو لها شويه فلفل، ها هي، ثم نزيدو لها البيض حبه حبه، ما يليقش تكون سايله بزاف. دروك نوري لكم كيفاش تحصلوا على هاي، نضيفوا لها البيض حبه حبه. البيض تكون غسلتيه، على نغسلوه تخاف يكون يطيح هذاك القشر هنايا، ولا على الاقل تكون مغسوله هنايا، وتبداي تخلطي وتشوفي هاكي، تخلطي وتشوفي. ها على حسب الكميه تاع البطاطا اللي تديها، ها ولازم هذيك الماء اللي تنقيه شحال من مره، هذيك اللي تخلي نتيجه مليحه. ها هو البنات، انا زدت لها هنايا 5 حبات بيض. دروك شنو نديرو؟ هذا عندي هذا المولانا دهنته مليح بالزيت، راهو مدهون بالزيت. دروك نديه ونحط فيه هذا الـ هذه البطاطا هكذا، ها هي هكذا كامل، نمسكو كامل هذا، ها هو كامل هذا، ها هو هنايا، ثم نسويها كامل تجي كامل مصقمه. انا لاني موالفه نعرف، اني عارفه الكميه اللي نحتاجها. انتوما شوفوا على حساب افراد الاسره، وشوفوا على حساب المول تاعكم، بس اذا كان مول صغير نقصي الكميه. ها هو البنات، البنات الان شوفوا ملاحظه مهمه جدا، تدوها الفور 180 درجة، يعني فور متوسط، الفرن تاعك ديريه متوسط حتى، وتخليه على نار هادئة حتى تطيب تماما، تحسيها باللي تحمرت من تحت وتحمرت من الفوق، باه البطاطا تطيب. ديري مليح في بالك باللي البطاطا ماهيش طيبة، كي تطيب نوريكم المرحلة اللي وراها. ها هي البنات كيفاش الخبزه تاعنا كي طابت، دات لي شويه الوقت في الكوشه لاني طيبتها على نار هاديه. ومن بعد عندي هذه لاصوص طوماط كانت عندي في الفريجيدار، نجبدها نحطها هكذا فوق هذه الخبزه، ها هي نرجعوها بذوق مختلف، ماشي كيما الكراتان هذاك تاع البطاطا اللي تعودنا عليه. ها هي شويه اللي بقالي، صبت له فكره تاعو، عندي شويه تاع طرشي، الان البنات نتو شويه هذا الفرماج تاع البيتزا، ونرابوها كامل، شويه بطاطا شويه بيض، نرجعوها
زوقيها كما تحبي. انت واش تاع عندك في الدار؟ يعني انت ومقدورك، انت واش تاع عندك في دارك؟ هاي البنات دخلتها زوج دقائق للفور وخرجتها، خليتها برك بيد ما برك ذاب لي هذا الفرماج. ودروك نوري لكم كيفاش تخرج من الداخل. هاي هاي البنات، ها هو الجاج كيفاش راهو باين فيها. هاي البنات طيبه مليح من الداخل كالعاده. نقول لك دمتي متألقة، وإلى موعد قريب إن شاء الله.